بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم الإخوة والأخوات متابعي مدونة المترجم محمد أبو ريشة. وردني سؤالان على القناة وأريد أن أجيب عليهما. السؤال الأول: هل أتقيد بالفاصلة والنقطة وعلامات الترقيم الأخرى في الترجمة بين اللغتين العربية والإنجليزية؟ السؤال الثاني: متى أستخدم الترجمة الحرة ومتى أستخدم الترجمة الحرفية؟ لا شك بأن الإجابة على هذه الأسئلة تأخذ وقتا طويلا جدا، لكنني أقدم لكم الخلاصة بإذن الله تعالى. عندما نترجم من الإنجليزية إلى العربية أو العربية للإنجليزية ستجد علامات الترقيم، لا شك في ذلك. علامات الترقيم تفيدنا بالنسبة للترجمة بأننا نعرف أن الفكرة المعينة قد انتهت عند نقطة، نعرف أن الجملة انتهت وهي عبارة عن سؤال أو إقرار لحقيقة أو سبب ونتيجة أو شيء من هذا القبيل. فلكي نترجم عادة بين اللغتين، إذا تمكنا من تحقيق المعنى الدلالي والأسلوبي وقدمنا ترجمة ناتشرال باللغة الأخرى مع المحافظة على علامات الترقيم فهذا شيء جميل جدا. لكننا في الوضع الحقيقي وليس الوضع المثالي الذي نجده أنه تكون لدينا نصوص طويلة، مقالة كاملة، فقرات متعددة، ففي فقرة معينة نجد أن جملة أو جملتين أو ثلاث جمل يمكن المحافظة على علامات الترقيم فيها وعدم التحرر فيها دون أي مشكلة. ثم تأتينا جملة أخرى نواجه فيها إشكالات معينة، فمثلا في اللغة الإنجليزية الفاعل قد يكون طويل جدا، وإذا كان الفاعل طويلا سيسبب لنا مشكلة في الترجمة لأن الجملة لن تكون مفهومة بالعربية. في بعض الأحيان تحتاج إلى استخدام الترجمة التأويلية لتوضيح الفكرة. في بعض الأحيان هناك موتيفز معينات يجب أن تأخذها في الاعتبار وتعمل الربط بينها في الترجمة. كما أن للجملة قواعد الخاصة مثل الفاعل المفعول به، هناك للنص قواعده الخاصة cohesion, coherence وغيرها من standards of textuality التي شرحناها من قبل. فلذلك حاول قدر الإمكان أن تكون قريب من الإنجليزية أو قريب من العربية، لكن ذلك لن يحدث دائما، في الوضع العملي لا يحدث ذلك. انتبه أيضا إلى قضية أنك في الترجمة ستحتاج في كثير من الأحيان إلى دمج جملتين معا أو إلى تقسيم جملة إلى عدة جمل باستخدام عدة قواعد، وذلك حفاظا على روح النص وروح المعنى. فمن هنا حسب ما يقول بيتر نيومارك وبعض باحثي الترجمة الآخرين، الأصل في الترجمة أن تحافظ على الترجمة كما هي دون أي تحرر، لكنك بسبب أنك تريد أن توصل الرسالة التواصلية إلى القارئ في اللغة الأخرى ستجد تحديات كثيرة جدا، وسيجعل من المحافظة على الشكل والمعنى 100% أمرا مثاليا غير قابل للتحقيق نهائيا. فلذلك الإجابة البسيطة هي أنه عليك أنت أن تفهم النص أولا، اقرأ النص وفهمه، كون فكرة عامة عنه، ثم حاول أن تفكر بالطريقة التي يتوقع فيها متلقي النص في الترجمة أن يسمع هذه المعلومات، وتنظر في الطريقة التي يمكن أن يفهمها تماما دون أي مشكلة. إذا ما فكرت بهذه الطريقة ستتجه بعدها إلى أن الجمل بعضها يعني سيبقى على حاله دون أي مشكلة. وأستطيع أن أقول في عملي في مجال الترجمة، عندما أترجم من الإنجليزية إلى العربية أجد نفسي قريبا الإنجليزية أكثر من العربية، يعني لا أتحرر كثيرا باستثناء بعض الجمل الطويلة التي أضطر إلى تقسيمها إلى جمل، مع الانتباه إن أنه لا يجوز التقديم والتأخير إلا لضرورة، وأحافظ على النقاط والفواصل دون أي مشكلة. لكنني في كثير من الأحيان أجد نفسي مضطرا إلى تقسيم الجملة إلى جمل أخرى أو جمع جملتين معا أو وضع أداة ربط بين الجملة الأولى والثانية. فهي آليات كثيرة جدا لابد لك من أن تدرسها أولا وتتقنها لكي تتمكن من السيطرة على الفاصلة والنقطة ولا تجعل الفاصلة والنقطة تسيطر عليك. أتمنى أن تكون هذه الإجابة واضحة، وإذا كان هناك حاجة لمزيد من التوضيحات لا تترددوا أبدا بوضع التعليق والاستفسار أكثر. وأنبه أيضا بأنه لابد لنا من دراسة الترجمة قبل أن نترجم. دراسة الترجمة هناك نصوص عملية عرضناها في هذه القناة، يمكنكم الاطلاع عليها ومتابعة كل ما فعلناها فيها لكي تتضح لكم الصورة بإذن الله تعالى. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.